نختم الجولة من التغيير، ومنها نقرأ الحرية والتغيير تدعو لتشكيل لجنة تنسيق للحراك الميداني ضد الانقلاب. دعت قوى الحرية والتغيير إلى تكوين لجنة لتنسيق الحراك الميداني ضد انقلاب السودان، وشددت على ضرورة وحدة لإيجاد المقاومة. وشددت قوى الحرية والتغيير في السودان على ضرورة قيام لجنة أو مركز تنسيقي للحراك الميداني الثوري من جميع المكونات لتوسيع القاعدة الاجتماعية للحراك وتنويع أساليبه والاتفاق على المهام اليومية. وبحسب بيان صحفي، عقد المكتب التنفيذي للحرية والتغيير اجتماعا استثنائيا يوم الأحد لمناقشة الوضع السياسي والانهيار الاقتصادي، وخرج بعدة قرارات. وأكد المجلس أهمية الحفاظ على وحدة لجان المقاومة وعدم تجييرها لمصلحة جهة، كما دعا إلى جبهة صلدة لمواجهة سياسات الإفقار التي ينتجها الانقلابيون. أستاذ وليد، يعني رغم مرور قرابة يعني أشهر كثيرة جدا من الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش في 25 من أكتوبر، ما زال تحالف قوى الحرية والتغيير يبحث الوحدة. لماذا برأيك فشلت جهود التحالف في توحيد قوى الثورة؟ نعم، فشلت جهود التحالف قوى الحرية والتغيير، ولذلك لعدد من الأسباب، منها الانقسامات الكثيرة والتباينات في المواقف داخل قوى الثورة. بعض الأحزاب رفضت ووضعت اشتراطات قوى الحرية والتغيير. هنالك كان في السابق اختلاف بين قوى الحرية والتغيير وليان المقاومة، ولكن بدأت بعض الاجتماعات والنقاشات بين قوى الحرية والتغيير وبعض ليان المقاومة. واحدة من هذه التباينات هو إرجاء إعلان ميثاق ليان المقاومة الذي كان من المفترض أن يتم عرضه في 20 فبراير الماضي أمس، ولكن في السبت الماضي، ولكن تم تأخيره لمزيد من التشاور. ولذلك يجب أن يكون لجان المقاومة أدت دور كبير جدا في خلال 4 شهور السابقة، وهي التي قادت الحراك وهي التي تحشد لذلك. ولكن يجب أن يكون هناك عمل سياسي. العمل السياسي بيتطلب وحدة سياسية قوية. سقط نظام البشير في 2019 بتوحد المعارضة جميعها في إعلان قوى الحرية والتغيير. ولذلك الآن إذا أرادت هذه القوى السياسية وليان المقاومة إسقاط الانقلاب، يجب أن تكون هناك وحدة واحدة، معارضة واحدة تحت قيادة واحدة باتخاذ قرار في وقت واحد، بالتالي ستصعب المهمة على الانقلابيين في الاستمرار. ألا تعتقد بأن لجان المقاومة تعي كل ذلك؟ يعني لجان المقاومة تعي يعني السؤال الذي يتم طرحه بشكل مستمر، يعني ماذا إذا ما فشلت لجان المقاومة نفسها في إدارة الحراك الميداني؟ من التالي؟ يعني ما الذي سيدير يعني التجمع اليمين؟ لجان المقاومة لن تفشل في 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 إدارة الحراك الميداني، لأن لجان المقاومة مبنية على البناء الأفقي. تم اعتقال عدد كبير جدا من قيادات لجان المقاومة. التجمع المهني كان مبني بالطريقة الأفقية، قوى الحرية والتغيير نفسها كانت مبنية. ولكن لجان المقاومة هي الوحيدة الآن التي تستطيع أنها تقود الشارع وتتحكم في الشارع. تجمع المهنيين عندما قاد الحراك وقاد الشارع كان تجمع المهنيين مخفي. تجمع المهنيين في وقتها كان لا 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 أحد يعرف من هم أعضاء تجمع المهنيين. كانت فقط تصدر بيانات في 2019 وهي التي قادت، ولكن بعد سقوط النظام وظهور التجمع على الطبيعة أدى إلى انقسام التجمع. ولكن الآن في بدأت تجمع المهنيين في لملمة أطرافي، وعقد مؤتمر صحفي ولملم كثير من الاتجاهات المهنية لقيادة الحراك. ألا تعتقد بأن الميثاق ما إذا تم إعلانه كميثاق لجان ود مدني مثلا، وما إذا قامت لجان مقاومة الخرطوم بإعلان ميثاقها السياسي والحديث عن شكل إدارة الفترة الانتقالية وما بعد الفترة الانتقالية والبناء الهيكلي للدولة المدنية وما إلى ذلك، يعني بصيغة لطيفة، ألا يظهر ذلك، يعني ألا يمكن أن يظهر ذلك في المستقبل ضعف
لجان المقاومة سياسيا؟ هو ليس ضعف لجان المقاومة سياسيا، وحتى الإعلان الذي ظهر في المدني هو إعلان لجان مقاومة ود مدني وسط وليس ولاية الجزيرة. ما ظهر في الخرطوم برضه هنالك في خلط بين تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم وبين لجان مقاومة مدينة الخرطوم أو محلية الخرطوم. الخلاف أو التحاور الآن والنقاش الذي يدور الآن بيننا لجان المقاومة بين القوى السياسية هو اختلاف طفيف جدا في أشياء طفيفة ممكن معالجتها عن كيفية اعتذار قوى مطالبة قوى الحرية والتغيير باعتذار علنا أو إضافة بعض كيفية التعامل مع المكون العسكري. هذه هي النقاط التي طيب هذا ما أردت الحديث عنه. يعني في كل منطقة ستقوم يعني تجمعات لجان المقاومة بإعلان ميثاقها السياسي، ألن يكون هناك توحد لمسألة قوى الثورة في جبهة واحدة؟ ألا يعقي ذلك يعني العودة إلى المسار المدني الديمقراطي؟ وكذلك في ظل هذا الوضع كيف ستنجح مبادرة فولكر في التوصل لحل سياسي بين الأطراف المتنازعة؟ مبادرة فولكر التي جمع فيها عدد كبير جدا من القوى السياسية هو لابد كان هنالك عدد من كيفية التعامل مع المكون العسكري وكيفية انتقال السلطة. هذه كانت أصعب النقاشات التي كانت تدور في مبادرة فولكر. هي تقريبا بتكون من أكثر من 20 سؤال، منها 3 أسئلة فقط هي المتعلقة بالتعامل مع المكون العسكري. ولكن إذا عدنا إلى ميثاق لجان المقاومة هو ليس هناك اختلاف كبير، كل لجان المقاومة الأساسيات متفقين حولها، فقط خلافات في جزئيات بسيطة ويمكن أنها تتحقق.